الواحدة بعد الظهر بتوقيت القاهرة، أهلا بكم وجولة جديدة مع مراسلي القاهرة الإخبارية. ينضم إلينا في هذه الجولة مجموعة من مراسلين حول العالم، عمر أحمد من أنقرة، دنا أبو شمسية من القدس، كذلك سيكون معي إن شاء الله خليل هملو من دمشق، أحمد سنجاب من بيروت، حسام الشيك سيكون معي من موسكو، وكذلك من مرسيليا سيكون معي خالد شقير. أهلا بكم مراسلين، وسينضم معي بعد ذلك رمضان المطعني من بغداد، من القاهرة، من جامعة أمام جامعة الدول العربية. نذهب إلى أولى أخبارنا في هذه الجولة. قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في أوروبا وآسيا الوسطى يونسيف إن أكثر من 850 ألف طفل سوري وتركي ما زالوا نازحين بعد الزلزال. وقالت المسؤولة الأممية إن الآلاف أو آلاف الأسر والأطفال اضطروا إلى ترك منازلهم المتضررة أو المدمرة، وما زالت حياتهم معلقة بسبب استمرار الهزات الارتدادية وعدم وجود مأوى دائم لهم. وأضافت المسؤولة أن ملايين الأشخاص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بشكل عاجل، وهو ما يتطلب بذل جهود لمساعدة العائلات على البدء في إعادة بناء حياتهم وتزويد الأطفال بالدعم النفسي والاجتماعي وإعادتهم إلى التعليم في أقرب وقت ممكن. للمزيد من التفصيل والمتابعة لتداعيات الزلزال يعود إلي وينضم معي عمر أحمد من أنقرة. عمر أهلا بك. إذن أعداد مئات الآلاف من النازحين في تركيا وسوريا، 850 ألف طفل سوري وتركي ما زالوا نازحين بعد الزلزال، ضعنا في صورة النازحين لديك في تركيا عمر. نعم رائد، بعد التحية، في تركيا فقط حقيقة هناك حسب الأرقام الرسمية هناك أكثر من 4 ملايين شخص اضطروا لترك منازلهم حقيقة رائد. كذلك هناك يعني حسب الأرقام التي أعلنت عنها الولايات التركية في مختلف المناطق الذين تم تسجيلهم أو الأشخاص الذين نزحوا إلى ولايات أخرى و قاموا بتسجيل أنفسهم في تلك الولايات قارب العدد إلى 2 مليون شخص. هناك حوالي 1.5 مليون شخص حاليا موجودين في الخيام في مناطق الزلزال. طبعا هؤلاء يعني بقاؤهم في الخيام هو لسبب، يعني إما ليس لديهم مكان يذهبون إليه أو بسبب الحالة المادية السيئة بالنسبة إليهم لا يستطيعون الذهاب إلى مناطق أخرى، يعني يودون الاعتماد على المساعدات التي تأتي إلى مناطق الزلزال لاستدامة حياتهم ريثما يتم إعادة إعمار المنطقة برمتها. طبعا رعد هذه المناطق يعني يتم الحديث هنا في تركيا عن سنة وسيتم إعادة الإعمار، ولكن الخبراء هنا يقولون بأن تركيا والمناطق التي ضربها الزلزال أمامها على الأقل 1.5 إلى 2 سنين حتى يتم إعادة إعمارها، أو على الأقل إعادة إعمار البنى التحتية فيها وتجهيزها لإعادة إعمار وإنشاء البيوت من جديد لوضع النازحين الموجودين حاليا إن كان في المنطقة أو إعادتهم من المناطق التي نزحوا إليها في المدن التركية الأخرى رعد. طيب عمر، يعني ما هي آخر التحديثات لديك من تصريحات الحكومة التركية اليوم عن الاحتياجات الطارئة لهؤلاء النازحين؟ قلت 4 ملايين رقم كبير، تعلم 4 ملايين نازح حتى الآن. ماذا توفر لهؤلاء النازحين وماذا هو مطلوب حتى الساعة؟ نعم، يعني الحكومة التركية اليوم تقول بأنها توفر أو تحاول أن توفر معظم الاحتياجات التي تنقص منطقة الزلزال. طبعا هناك مساعدات تقدم في المدن الأخرى التي نزح إليها هؤلاء عبر البلديات، عبر منظمات المجتمع المدني. هناك نوع من التضامن، وهذا التضامن لا يخص حزب معين، كافة الأحزاب كان معارض أو
تشارك في هذا الموضوع. كذلك في مناطق الزلزال يعني شيئا فشيئا نسمع حقيقة رعد، ونرى بأن هناك لا يزال نقص في موضوع الخيام. يعني الحديث حاليا عن قرابة 330 أو أكثر قليلا 330 ألف خيمة حاليا منصوبة في مناطق الزلزال، ولكن عدد الأشخاص الموجودين في تلك الخيام 1.5 مليون، أي أن كل خيمة على الأقل فيها 5 أشخاص، وبالتالي هناك بعض الخيام يعني لا تزال تحوي عائلتين ربما في خيمة واحدة. هذا الموضوع لا يزال موضوع شكوى حقيقة، إن كان من مناطق الزلزال أو من منظمات المجتمع المدني، ويطالبون به يعني حل عاجل لهذا الموضوع. مياه الشرب هناك نقص فيها حقيقة في بعض الأماكن، خصوصا في ولاية هطاي في بداية الزلزال، بسبب الكم الهائل من المساعدات التي وصل إلى تلك المناطق. لم تعاني مناطق الزلزال من هذه المشكلة، ولكن يبدو أنها بدأت الآن تعاني من نقص مياه الشرب، نقص بعض المواد الغذائية أو غيرها، وبالتالي طبعا هذه الحاجات كلها يعني يتم تسليطها كذلك على وسائل الإعلام التركية، بأن يعني تركيا مر شهر على الزلزال، ولكن حتى الآن يعني لم تستطع السلطات التركية يعني إرسال الخيام الكافية أو إرسال المواد الكافية التي تمكن العدد الهائل من الناس الموجودين في مناطق الزلزال من المعيشة، وطبعا يعني توفير حاجاتهم هناك. بكل تأكيد يعني حاليا كل المعامل، كل المصانع والورش في تركيا تعمل على إنتاج الخيام، وكذلك تستورد تركيا من الخارج أيضا، إن كان عبر المساعدات أو عبر العمليات التجارية أيضا تستورد الخيام لوضعها في تلك المناطق، ولكن الهدف هو وضع الحاويات السكنية ونقل كل هؤلاء الأشخاص من الخيام إلى الحاويات السكنية. يعني ربما هذه المسألة بقت معلقة لفترة طويلة عمر، موضوع الحاويات السكنية. على كل حال المأساة كبيرة، متواصلين إن شاء الله معك عمر في مناسبات أخرى للوقوف على آخر المستجدات حول ما يجري هناك. نبقى مع نفس أو في نفس الملف، ولكن نتحول، شكرا لك عمر، طبعا نتحول إلى سوريا ومراسل القاهرة الإخبارية خليل هملو. خليل أهلا بك معلا في هذه الجولة. يعني اليونيسيف تقول أن 850 ألف طفل سوري وتركي الآن ما زالوا نازحين بعد الزلزال. أيضا أريد منك آخر تحديثات عن تداعيات الزلزال وواقع النازحين الجدد طبعا بعد النزوح القديم وهو نزوح الحروب، فما هو آخر تحديث لديك بواقع النازحين للزلزال خليل؟ أهلا رعد، تحية لك ولجميع المشاهدين. بالنسبة للتحديثات لموضوع المتضررين من الزلزال، كما تعلم في الأيام الأولى أقامت الحكومة السورية مئات مراكز الإيواء، ولكن هذه المراكز بعد مرور أكثر من شهر على الزلزال أصبح هناك ضغط على هذه المراكز. تقوم الحكومة السورية ومنظمات المجتمع المدني والأهلي بتأمين مساكن للنازحين. اليوم تقلص عدد المراكز الإيواء إلى حوالي 100 مركز في عموم المناطق السورية. الكثير من العائلات أما اتجهوا إلى أقارب لهم أو من استطاع منهم تأمين سكن بديل استئجار. بعض الجهات الحكومية السورية أما عملت على تأمين مساكن بديلة، هي مساكن كما تسمى في سوريا مسبقة الصنع، أيضا عبر الخيم، ولكن هناك مبادرات من المجتمع المحلي، إن كان في مدينة دمشق غرفة صناعة دمشق وغرفة صناعة حلب، عملوا على استئجار تقريبا حوالي 1500 منزل بدفع إيجار لعام كامل بالنسبة لهذه العائلات. بعض هذه العائلات غادر المناطق المنكوبة، وأقصد هنا محافظتي حلب واللاذقية، إلى محافظات أخرى، منهم من وصل إلى العاصمة دمشق وريف دمشق، وأيضا إلى محافظات القنيطرة وغيرها، وتواصلوا مع الجهات الحكومية في تلك المناطق والمنظمات المجتمعية لتأمين سكن لهم في بيوت ربما أصحابها ليسوا بحاجة إليها، أو البعض منهم سافر غير موجود في المنطقة. لذلك اليوم العمل
قدر الإمكان هو على إنهاء وضع مراكز الإيواء، باعتبار أن هذه المراكز أفقدت العائلات خصوصيتها. أكثر من 1000 شخص إن كان في صالة رياضية أو في مسجد أو حتى في مدرسة. اليوم كما ذكر تقرير اليونيسيف هناك ضغط أيضا على المدارس، والمدارس التي بقيت سليمة وبالتحديد في محافظة حلب. أحد الأشخاص أبلغني بأن أصحاب الذين يسكنون في تلك المنطقة وفي تلك الأحياء ينتظرون انتهاء الدوام الرسمي حتى يعودون وينامون في باحات أو في أروقة المدارس. لذلك هذه المدارس تقريبا شكل عليها ضغط كبير، إن كان لجهة أنه تضرر عدد كبير من المدارس. أبلغت من مصادر في وزارة التربية السورية بأن عدد المدارس تقريبا المتضررة هي حوالي 2288 مدرسة بشكل كامل، أو بالنسبة لي بشكل جزئي، أو منها 188 مدرسة تضررت بشكل كامل، حوالي 1000 مدرسة ضرر جزئي، وحوالي أيضا 1000 مدرسة بحاجة إلى ترميم بسيط. هذا العبء على المدارس دفع الحكومة السورية إلى إيجاد دوامين كما يسموه في سوريا، دوام صباحي ودوام مسائي، لتخفيف لإعادة تقريبا الطلاب إلى مدارسهم، وتحديدا طلاب الشهادات. وهنا وزارة التربية تحرص كل الحرص وجميع يحرص، وخصوصا لموضوع الطلاب الشهادات وهنا الشهادة المتوسطة والثانوية. هؤلاء قامت وزارة التربية السورية بتعويض الفاقد التعليمي لهم من خلال عودتهم إلى المدارس يوم السبت وهو في يوم عطلة. لذلك كل الجهات تعمل الحكومية والجهات الخاصة على إعادة تقريبا ما فقده الطلاب، وبالتحديد طلاب الشهادات، عن طريق يوم إضافي، عن طريق التواصل مع مدرسيهم عبر شبكات التواصل. لذلك اليوم العمل كله كما ذكر تقرير يونيسيف، هذا الرقم هو غير رقم دقيق في سوريا، ليس دقيق في سوريا، باعتبار أن لم تنتهي حتى هذه اللحظة عمليات الإحصاء بشكل كامل. هذا أقصد عن مناطق الحكومة السورية. أما بالنسبة لمناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة في الشمال السوري، فالعدد ربما يكون هناك أكبر، باعتبار أن هذه المناطق تشهد اكتظاظ سكاني كبير، وفي التحديد في مناطق ريف حلب الشمال الغربي وريف إدلب الشمالي. نعم رعد. نعم خليل هملو مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معي من دمشق، وافر الشكر لك على ما أفضيت من تحديثات لتداعيات الزلزال، وأيضا أعيد شكري لمراسلنا عمر أحمد كان معي من أنقرة. إذن نذهب إلى ملف آخر، حيث يلتقي أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي في كييف اليوم. تهدف الزيارة زيارة غوتيريش إلى مناقشة تمديد اتفاق مع موسكو يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفاني دوجاريك إن الأمين العام وصل إلى بولندا وفي طريقه إلى أوكرانيا. كان مسؤول أوكراني قد قال إن بلاده بدأت محادثات مع شركائها حول تمديد مبادرة تصدير الحبوب، إلا أنها لم تجري أي محادثات مع روسيا، ومشيرا إلى أن المفاوضات معقدة. قال يفجيني بريغوزين مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة إن المجموعة الروسية سيطرت بالكامل على الجزء الشرقي من باخموت. وكان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي قد حذر في وقت سابق من سيطرة القوات الروسية على مدينة باخموت، مؤكدا أن تلك الخطوة ستفتح الطريق أمام موسكو للوصول إلى مدن رئيسية شرقية أوكرانيا. وشدد زيلنسكي على أن قادة كييف العسكريين متحدون في الدفاع عن المدينة بعد أسابيع من الهجمات الروسية، مشيرا إلى أن بقاء القوات الأوكرانية في باخموت أمر تكتيكي وضروري. للمزيد من التفصيل ينضم إلينا من موسكو مراسل القاهرة الإخبارية حسين الشيك. حسين أهلا بك معنا. حسين نبدأ من خبر الحبوب. لدى موسكو اعتراضات ولدى الأمم المتحدة مطالب بالتمديد بسبب الواقع الغذائي عموما. لو تنقل لنا وجهة النظر الروسية حول هذا الموضوع، وهل من المتوقع وفق المراقبين لديك من أن التمديد سيحصل لمسألة تصدير الحبوب الأوكراني؟
نعم رعد، بعد التحية، حتى أن حالة تشاؤم تسود الموقف الروسي بخصوص اتفاق الحبوب، فروسيا طالبت مرارا وتكرارا الأمم المتحدة وتحديدا الأمين العام أنطوني غوتيريش بضرورة الوفاء والالتزام بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين الروسي والأوكراني برعاية الأمم المتحدة حول تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود. حتى الآن روسيا تؤكد على أن بنود الاتفاق لم يتم الالتزام ولم يتم تطبيقها بشكل كامل، وخصوصا تصدير المنتجات والحبوب الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية. هذا الأمر من الممكن أن يعرقل اتفاق الحبوب وأن تقرر روسيا بعدم التمديد لهذا الاتفاق، نظرا إلى أن الأمم المتحدة من وجهة النظر الروسية لم تلتزم بما توعدت به لوزير الدفاع الروسي سيرغي شيغو. لكن بعض الخبراء تحدثوا رعد خلال الساعات الماضية عن أن روسيا يمكن أن تعلن استئناف أو تمديد قرار الحبوب في حال استطاع الجانب التركي كالمرة السابقة التوصل إلى وساطة مع روسيا وتحديدا مع الرئيس فلاديمير بوتين. فخلال المرة الماضية روسيا كانت تؤكد على أنه في حال لم تلتزم الأمم المتحدة في المساعدة ورفع العقوبات عن المنتجات والحبوب الزراعية الروسية فهي لن تسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا وهي ستنسحب من هذا الاتفاق. والجميع يعلم بأن انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب سيؤدي حتما إلى وفاة هذا الاتفاق، نظرا إلى أن القوات الروسية موجودة الآن داخل أوكرانيا، وأيضا أي اعتراض من قبل القوات الروسية لسفن الحبوب سيؤدي إلى عرقلة تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الغرب وإلى الدول النامية. الجانب التركي استطاع خلال المرة الماضية من التوصل إلى تمديد الاتفاق ل 120 يوم، الآن الاتفاق هو حتى 18 من الشهر الحالي. لا أحد يعلم حتى هذه الساعة في حال روسيا ستقوم أو ستبقى على موقفها بأنها لن تمدد الاتفاق في حال لم تلتزم الأمم المتحدة، وأيضا يعني في حال روسيا تراجعت عن هذا الموقف. وفق مراقبين يعني التقينا بهم قالوا إن سبب أو أحد الأسباب الرئيسية عدم موافقة موسكو لاستمرار هذا الاتفاق هو عدم السماح للحبوب الروسية بالتصدير، فهل هذا السبب صحيح وهل هنالك سبب آخر تضيفه موسكو من أجل الموافقة على استمرار عملية التصدير للحبوب الأوكرانية؟ نعم بالفعل رعد، كما تحدثت الجانب الروسي يؤكد على أن الموقف الرئيسي أو السبب الرئيسي لإمكانية عدم تمديد اتفاق حبوب هو عدم التزام الولايات المتحدة الأمم المتحدة بما توعدت به بتصدير الحبوب والمنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية. روسيا كانت قد طلبت بضرورة تفتيش جميع السفن التي تدخل وتخرج من الموانئ الأوكرانية بهدف منع نقل المعدات العسكرية والأسلحة إلى أوكرانيا عبر هذه السفن، وهذا البند أو هذا الطلب الروسي يتم الالتزام به وفق ما تؤكد السلطات الروسية. لكن السماح لتصدير المنتجات الزراعية الروسية حتى الآن الأمم المتحدة الولايات المتحدة لم يلتزموا بما توعدوا به للجانب الروسي. لا أحد يعلم إن كان الجانب التركي نظرا إلى أنه يلعب دور الوساطة في هذا الاتفاق لديه القدرة على التوصل إلى تمديد اتفاق الحبوب في الأيام القليلة المقبلة، نظرا إلى أن الاتفاق سيتم انتهاء العمل به يوم السبت 18 من الشهر الحالي. نعم. لربما روسيا ستعطي أيضا بعض الوقت أو بعض ستقدم أكثر بعض المرونة تجاه هذا الاتفاق وستعلن تمديد هذا الاتفاق لمهلة. نعم. قصيرة جدا بهدف الضغط أكثر على الأمم المتحدة لتطبيق البنود التي التزمت بها مع الجانب الروسي. طيب حسين، يعني لو تضعنا في آخر تفاصيل التي سمعتها توصلت إليها من الأوساط السياسية العسكرية حول ما يجري في باخموت. بالفعل رعد، بالنسبة لمدينة باخموت يفغيني بيروشكين قائد مجموعة فاغنر أعلن صباح اليوم عن سيطرة قواته على الجزء الشرقي لمدينة باخموت. يوم أمس كان هناك تصريح لدينيس بوشيلين حاكم مقاطعة دانيسك بأن قوات روسيا
استطاعت السيطرة على نصف باخموت أو وسط باخموت حتى الآن. أيضا زيارة وزير الدفاع سيرجي شيغو إلى إقليم دونيتسك وتحديدا إلى مدينة ماريوبل خلال الأيام القليلة الماضية أيضا هي رسالة من قبل روسيا إلى أوكرانيا وتحديدا إلى الرئيس زيلينسكي على أن هذه المناطق هي أصبحت أراضي روسية. وأيضا التنويه الذي عبر عنه يوم أمس سيرجي شيغو وزير الدفاع الروسي بأهمية مدينة باخموت وأن هذه المدينة ستسمح للقوات الروسية للتقدم أكثر نحو العمق الأوكراني وتحديدا نحو مدن كراماتورسك وسلافيانسك، حيث أن مدينة كراماتورسك تعتبر المركز المائي لمقاطعة دونيتسك وهذه المدينة أو هذا والمياه كانت تقطعها القوات الأوكرانية منذ فترة منذ العام 2014. فهذا يعني في حال استطاعت روسيا استعادة والسيطرة على هذه المدن. إذن ما زال الحديث عن إتمام السيطرة حتى الساعة لم يتم، ولكن روسيا تعلن أو قوات روسية معينة تعلن هذه السيطرة. على كل حال حسين مشيك، وافر شكر لك لمزيد من التفاصيل التي أبديتها في حلقة اليوم، شكرا جزيلا لك. عما إضراب شامل الضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة حدادا على أرواح 6 فلسطينيين استشهدوا أمس في اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين، ودعت القوى الوطنية الفلسطينية إلى إضراب شامل اليوم في المحافظات الفلسطينية كافة حدادا على أرواح الشهداء. وفي بيان رسمي دعت لجنة التنسيق الفصائلي إلى إغلاق المدارس والجامعات والمحلات التجارية وتنظيم مسيرات حاشدة في المدن الفلسطينية والتوجه إلى نقاط التماس مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة. وفي إطار جولته للمنطقة يزور وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إسرائيل. تأتي زيارة أوستن في إطار مساعي الولايات المتحدة لتهدئة حدة التوتر والتصعيد القائم في الضفة الغربية المحتلة. وكان وزير الدفاع الأمريكي بدأ جولته بالأردن وعقد مباحثات مع الملك عبد الله الثاني، حيث أبلغ العاهل الأردني وزير الدفاع الأمريكي بأن تصاعد العنف في الضفة الغربية يهدد الاستقرار في المنطقة. لمزيد من المتابعة تنضم إلينا من القدس دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية. دانا أهلا وسهلا بك. إذن وزير الدفاع الأمريكي الآن في إسرائيل ويهدف إلى خفض التوتر، هل لديك من تفاصيل عن رؤية الحكومة الفلسطينية لهذه الزيارة؟ إليك دانا. نبدأ في الحديث عن هذه الزيارة التي تأتي ضمن الجولات المتبادلة ما بين الإدارة الأمريكية وبين الحكومة الإسرائيلية الأخيرة. هذه الزيارة ضمن زيارة للشرق الأوسط ومنها الأردن ومصر وإسرائيل، والتي يأتي فيها للحديث مع الحكومة الإسرائيلية على ضرورة ضبط النفس واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العنف كما أسماه المتبادل ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والخوف من تصعيد أكبر خاصة وتزامنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك. مسؤولون قالوا، أمريكيون قالوا، أن هذه المرة زيارة وزير الدفاع الأمريكي ستحمل تهديدات أو التزامات واضحة وبصفة رسمية وأكثر شمولية لإعادة ضبط النفس والعودة إلى المفاوضات وأيضا العودة إلى طاولة السلام ما بين الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني، وذلك بعدما أعلنت الإدارة الأمريكية خيبتها من التزام إسرائيل من الاتفاقيات التي كانت قد تحدثت عنها في قمة العقبة الأخيرة، والتي كان من المتوقع أن تلتزم إسرائيل بمثل هكذا قرارات التهدئة في الأراضي الفلسطينية وفي القدس، ومنها تشمل وقف التسريع وبناء الوحدات الاستيطانية في القدس والضفة الغربية، إلا أن بعد انتهاء هذه القمة في أيام قليلة شرعت بلدية الاحتلال وشرعت الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على بناء ما يقارب 10,000 وحدة استيطانية، وبهذا يعني بأن الحكومة الإسرائيلية تضرب بعرض الحائط كل المواثيق والمعاهدات. الزيارة اليوم يتوقع أن يلتقي أوستن الوزير الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسيكون له زيارة أيضا مع الرئيس الإسرائيلي وعدد من المستشارين والوزراء
الإسرائيليين الذي سيتحدث فيها عن ضرورة لجم هذه الاعتداءات، وأنه سيكون هنالك خطاب واضح. لربما زيارة وزير الخارجية الأمريكية التي سبقتها إلى إسرائيل لم يكن فيها تلميحات واضحة أو تعليمات صريحة من قبل الإدارة الأمريكية موجهة للحكومة الإسرائيلية لضبط نفسها من الاعتداءات المستمرة على الفلسطينيين، إلا أن هذه الزيارة مختلفة نوعا ما حسب ما جاء وما ورد على لسان مسؤولين في البيت الأبيض، أنها ستكون أكثر مباشرة في حديثها عن الوضع. هل هناك من تعليقات للحكومة الفلسطينية دانا؟ هل هناك من تعليقات حول هذه الزيارة؟ الحكومة الفلسطينية في بداية الأمر في الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكية خاب أملها بعض الشيء من التزام إسرائيل بما أوعد فيه وأوعز بها الوزير الخارجية الإسرائيلية، لذلك قالت أن إسرائيل مستمرة بضرب العضد بكل المواثيق والمعاهدات الإسرائيلية، ولكنها تعول على كل هذه الزيارات في محاولة ضغط الإدارة الأمريكية على الحكومة الإسرائيلية، ولكن الحكومة الفلسطينية متمسكة في آرائها وفي نظرتها تجاه هذه الأمور بأن الحكومة الفلسطينية ستذهب مع إسرائيل إلى مفاوضات وإلى إعادة حل الدولتين إذا ما التزمت إسرائيل بهذه المواثيق وهذه المعاهدات التي تضمن الحق الأساسي والعيش الكريم لأبناء شعبنا، التوقف عن البناء الاستيطاني أو حتى التوقف عن ارتقاء الشهداء في الضفة الغربية لا سيما الأخيرة في جنين ونابلس وغيرها، وعدم السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى أزاء المبارك، إلا أنه على أرض الواقع تترجم هذه الأفعال وهذه الوعودات بأنها باطلة، وعلى أرض الواقع تكرس إسرائيل بل وتوغل من اعتداءاتها. تأتي هذه الزيارة ضمن زيارة متبادلة أيضا كانت من قبل وفد إسرائيلي إلى واشنطن أيضا، وتحدثوا معهم في واشنطن عن ضرورة يعني إعادة طيب ضبط. طيب دانا يعني أعطيت تفاصيل كثيرة والوقت ينتهي معك في هذه الجولة، ولكن بإجابة سريعة، يخبروني أنه يجب أن ننهي الفقرة، ولكن بإجابة سريعة، هل هنالك من تفاصيل عن الإضراب الشامل الذي عم اليوم الضفة الغربية والقدس المحتلة؟ نعم، اليوم الضفة الغربية والقدس المحتلة أعلنت الإضراب الشامل حدادا على أرواح الشهداء في جنين، وبذلك التزمت العديد من المحافظات لا سيما القدس وبعض الضواحي التي أخرجها جدار الضم والتوسع بحدادا على هذه الأرواح، وهذا رد من قبل الفلسطينيين. الفلسطينيون والمقدسيون لا سيما يرفضون مثل هكذا زيارات، بل يلتزمون بأن يكون هنالك حل على أرض الواقع وليس وعدات فقط يتم تحويلها وأيضا صرف النظر عن تطبيقها، لذلك يدعون إلى مزيد من الصمود أمام المستوطنين وخاصة في عيد المساخر الإسرائيلي ودعوات جماعات الهيكل إلى اقتحام المسجد الأقصى المبارك، لذلك هنالك دعوات من دائرة الأوقاف ومن إذن الإضراب مستمر. إذن الإضراب مستمر وهناك التزام من الفلسطينيين بهذا الإضراب. دانا أبو شمسية، أعتذر منك فقط لضيق الوقت، شكرا لك مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس، وافر شكرا لك لما أفضيتي من تفاصيل في فلسطين المحتلة. أعلنت النقابات العمالية في فرنسا عن مشاركة أكثر من 3.5 مليون مواطن في الموجة السادسة من الإضرابات الاحتجاجية على مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، فيما قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن أعداد المشاركين في تلك المظاهرات بلغ نحو 1,200,000 مواطن. وقد تسببت الموجة السادسة من الإضراب العام الذي شهدته فرنسا في شلل لبعض أو لعدة قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل والتعليم، كما شهدت خدمة القطارات انقطاعا واسع النطاق وتوقفت عمليات تسليم الوقود، وقد تأثرت حركة النقل بين فرنسا وبريطانيا مع إلغاء عشرات الرحلات وخطوط القطارات وتأخر في العبارات. شهدت العاصمة الفرنسية باريس اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين المحتجين على إصلاح نظام التقاعد، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين، وتكرر الأمر نفسه في عدد من المدن الفرنسية التي شهدت محاولات لقوات الشرطة استخدام القوة لتفريق المتظاهرين التي تسعى أو التظاهرات التي تسعى لإرغام الحكومة على التراجع عن مشروع إصلاح نظام التقاعد.
هذا ورصدت كاميرا القاهرة الإخبارية وقفات احتجاجية أمام مركز شرطة مرسيليا لاحتجاج على احتجاز محتجين بمظاهرات الأمس. إذن ينضم إلينا خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية من مركز الشرطة الرئيسي في مرسيليا. خالد أهلا بك معنا، هل من تفاصيل عن الاحتجاج الذي نراه احتجاج إضافي أمام مركز شرطة مرسيليا؟ نعم رعد، بعد التحية من خلال هنا مركز الرئيسي مركز شرطة مرسيليا في شارع لاكانيبير وطبعا حي نواي، تم إيقاف بعض من الشباب المحتجزين، تم الإفراج على 2 منهم رعد سنهم لا يتجاوز 16 عاما، وما زال هناك شابا في المرحلة الثانوية عمره 17 عاما. بعض من الفيدراليات العمال والمحتجين ما زالوا متواجدين أمام قسم الشرطة في مدينة مرسيليا، وذلك للمطالبة بالإفراج عنه بعد طبعا هذه الأحداث التي حدثت وعمليات الكر والفر والتراشق ما بين الشرطة الفرنسية من ناحية والمتظاهرين من ناحية أخرى. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد في العاصمة الفرنسية باريس، بل شهدت بعض المدن من ضمنها مدينة مرسيليا، ولهذا هذه العملية عمليات الاحتجاج تم وقف سير التراموي في من أو منع التراموي من الحركة، وما زالت الاعتراضات مستمرة وسط غضب أهالي الشبان وأيضا المحتجين، وما زالت قوات الشرطة الفرنسية الآن مستمرة في عمليات التحقيق. كل ما يطلبه المتظاهرين المتواجدين من خلف الشرطة الفرنسية والإفراج بأقصى سرعة عن الشباب الفرنسيين، وبصفة خاصة أنهم في أعمار صغيرة وتبقى يعني الثانوية، المرحلة الثانوية والمدرسة التي تم توقيف هذا الشاب على أثر هذه التظاهرات، تتحدث على أن هذا الشاب هو من الشباب الذين يجتهدون في الدراسة، ويجب على قوات الشرطة الفرنسية الإفراج عنه سريعا. يعني المعتقلين فقط من الشباب الصغير، يعني لا وجود للمعتقلين مثلا ناشطين في هذه المظاهرات سوى مجموعة من الشباب الصغير؟ هناك عدد من المتظاهرين الآخرين، أعتقد هناك 7 أفراد هم قيد التحقيق، ومنهم من يعني ينتمون إلى قوات البلاك بلوك. عندما يتحدثون هنا الشرطة الفرنسية هي التي تتحدث عن هذا، وزارة الداخلية الفرنسية تتحدث عن أن هناك من هذه الجماعة الخاصة بالبلاك بلوك المتواجدة في باريس وفي مرسيليا وفي غيرها، ولكن النقابات العمالية ترفض هذه الاتهامات وتقول أنه ليس صحيحا، وأن هؤلاء ناشطين حقوقيين فقط هم الذين تم الإلقاء أو التوقيف عليهم. ما زالت أجواء الشارع الفرنسي ملتهبة، وما زالت هناك تظاهرات أخرى تم الاتفاق عليها من قبل الفيدراليات العمالية يوم السبت القادم 11 مارس، وأيضا يوم الأربعاء القادم في 15 مارس في نفس الوقت. ما زالت بعض من المواد في مشروع قانون التقاعد تمر عبر مجلس الشيوخ الفرنسي والحكومة الفرنسية في صراع مع الوقت. كيف قيمت خالد، كيف قيمت النقابات العمالية التي قامت بهذه المظاهرة مظاهرة الأمس؟ الحقيقة حيت النقابات العمالية هذه التظاهرة والأعداد الكبيرة. حسب الفيدراليات العمالية 3.5 مليون كانوا متواجدين، وحسب وزارة الداخلية الفرنسية 1.2 مليون متظاهر، ولهذا قامت بتحية هذه يعني هذه الاحتجاجات،
ولكنها تحدثت على أن عمليات الإضرابات لم تشهد الزخم المعروف، وبصفة خاصة أن عندما يدخل العامل الفرنسي في إضرابات بيتم خصم مرتبه، ونحن في ظل هذه الأزمة الخاصة بالتضخم والارتفاع الكبير في الأسعار منعت المتظاهرين من الاحتجاج والدخول في إضرابات. وجهت النقابات العمالية بقيادة فيليب مارتينيز ولوران بورجر خطابا للرئيس الفرنسي بأهمية الاستماع إلى الشارع، وهذا يبدو أن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه بعد أن استمعنا إلى تصريحات من المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه سفيران صباح هذا اليوم يتحدث بأن باب الحكومة نعم مفتوحة للمفاوضات مع النقابات العمالية. إذا ما زال الشد والجذب بين الطرفين واقع حال، وأكيد سنسمع منك في مناسبات أخرى تفاصيل أكثر. خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية كنت معي من مرسيليا من أمام المركز الشرطة الرئيسي في مرسيليا، شكرا جزيلا لك. بدأ الادعاء الألماني تفتيش قارب حدده محققون ألمان على أنه استخدم في عملية سرية لتدمير خط أنابيب نورد ستريم. أوضحت المعلومات أن قاربا مستأجرا من شركة مقرها في بولندا مملوكا لاثنين من الأوكرانيين استخدم في العملية، وبحسب التحقيق نفذ فريق من 6 أشخاص العملية السرية في بحر البلطيق. للمزيد من التفصيل ينضم إلي مراسل القاهرة الإخبارية من برلين عربي مرزوق. عربي أهلا بك معنا في هذه الجولة. عربي، هل من تفاصيل عن موضوع تفتيش القارب لديك، وكيف يعني قرأه المطلع الألماني أو المراقب الألماني تأثير ذلك على سير العمليات العسكرية في أوكرانيا؟ أهلا بك رعد. الحقيقة المعلومات الأولية خرجت على لسان المتحدث باسم الحكومة الألمانية الذي قال أن التحقيقات الآن يتولاها المدعي العام الألماني الذي أسند كل هذه العملية للشرطة الجنائية الألمانية، ولكن المعلومات الأولية أدت حسب المعلومات المتاحة هنا لدى وسائل الإعلام الألمانية وبعض المصادر التي تحدثت لديها هنا الصبح في ألمانيا أنها مجموعة تم تسميتها بمجموعة موالية لأوكرانيا مكونة من 6 أشخاص. هناك قائد لهذه المجموعة واثنين غواصين ومساعدين غواصين اثنين أيضا، وهناك طبيبة كانت على هذا القارب. القارب تم استئجاره بالفعل من شركة بولندية يملكها 2 أوكرانيين، ودخل أبحر هذا القارب من مدينة روستوك الألمانية، ميناء مدينة روستوك الألمانية على بحر البلطيق، ثم بعدها أبحر إلى جزيرة بورنهولم الدنماركية في وسط بحر البلطيق، وتمت العملية هناك على أنابيب مشروع نورد ستريم تحت الماء. الحقيقة تم تسليم بعدها هذا القارب المستأجر إلى الشركة التي تم الاستئجار منها في حالة غير نظيفة، وكانت هناك بعض الأثار للمتفجرات داخل هذا القارب. المحققين الألمان عثروا على هذه المتفجرات وتم مقارنتها مع المتفجرات أو الأثار التي وجدوها على أنابيب نورد ستريم بعد التفكير بعد التفجير، وكانت متطابقة تماما. لذلك هذه المجموعة بالفعل هي التي قامت بهذه العملية، ولكن لا يمكن حسب الادعاء الألماني توجيه الاتهام الآن إلى أوكرانيا بشكل رسمي. لا يوجد لدى ألمانيا أو حتى السويد والدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية وهم الدول المسؤولة عن التحقيقات الآن أي دليل على أن الحكومة الأوكرانية بشكل رسمي متورطة في هذا الأمر. ولكن رعد، المعلومات المتاحة هنا تؤكد أن هذه المجموعة مجموعة مدربة بشكل جيد جدا، مجموعة كوماندوز لا يمكن أن تقوم بهذه العملية دون تدريب، وحتى نوع المتفجرات المستخدم لتدمير مشروع نورد ستريم هو نوع خاص جدا نظرا لأن أنابيب نورد ستريم يعني عربي لم يفرج عن هذه المعلومات إلا بعد تفاصيل كثيرة. يعني عملية أنك تتحدث عن قارب وكيف وأين اتجه ومتى اتجه ومن على متنه، ثم المقارنة بين المتفجرات أو آثار المتفجرات، يعني إذا ألمانيا يعني جادة في موضوع التحقيق منذ البدء، والآن أفرج عن هذه المعلومات، ليس كما تتهم مثلا من قبل روسيا بتباطؤ أو التواطؤ مع من يرفض التحقيق.
الحقيقة حسب المعلومات المتاحة هنا رعد روسيا بعيدة تماما عن هذا الأمر. العملية تمت تحديدا بداية من يوم 6 سبتمبر من العام الماضي، والتفجيرات تمت بالفعل في يوم 26، أي 20 يوما قبل التفجيرات تم التحضير لهذه العملية طوال هذه المدة في شهر سبتمبر من الماضي. ولكن رعد يجب الإشارة إلى أمر هام، حسب الدوائر الأمنية أيضا في العالم كله وليس فقط في ألمانيا، يمكن أن تكون هذه الدلائل دلائل مزروعة في هذا المكان لإسناد العملية للجانب الأوكراني. من الممكن أن تكون دولة أخرى أو جماعة أخرى قامت بهذه العملية وتم الزج بهويات مزورة لجماعات أوكرانية موالية للحكومة الأوكرانية حتى يأتي اسم أوكرانيا ويتسبب في حرج للحكومة الألمانية الحكومة الأوكرانية عذرا بالنسبة لألمانيا ودول أوروبية التي تساعد الآن أوكرانيا بشكل كبير جدا. فحسب المحققين لم ينتهوا في الأساس إلى أن بالفعل هي جماعة أوكرانية موالية للحكومة الأوكرانية هي التي قامت بهذا الأمر، ولكن بنسبة كبيرة جدا يتوقع الخبراء هنا في ألمانيا أن تكون بالفعل جماعة أوكرانية هي التي قامت بهذا الأمر. ولكن حسب المحللين لا يردون أن يستبقوا المعلومات المؤكدة ويأكدون هذا الأمر. ولكن رعد كل الهويات المستخدمة في هذه العملية هي هويات مزيفة حسب الادعاء الألماني، كل الهويات والهويات السفر وما إلى ذلك المستخدمة من قبل هذه المجموعة هي هويات مزورة، لذلك لا يوجد دليل من هم تحديدا الأشخاص. ولكن كيف عرف هذا الأمر؟ بعد ردا أيضا على سؤالك، بعد هذه العملية بعدها بأسابيع قليلة قام حسب المعلومات هنا جهاز سريا غربي المقصود به طبعا CIA الولايات المتحدة الأمريكية قامت بإخبار ألمانيا والدنمارك أن هناك مجموعة ربما موالية لأوكرانيا وهذا من العام الماضي هي التي قامت بهذه العملية. لذلك ألمانيا والدنمارك والسويد والولايات المتحدة الأمريكية ربما كان يعلمان منذ العام الماضي بأنها مجموعة موالية لأوكرانيا وليست روسيا. طيب لم يتم القبض على أي من أفراد هذه المجموعة حتى الساعة؟ حتى هذه الساعة لم يتم إلقاء القبض على أي من هؤلاء الأفراد، ولكن ربما حسب المحللين أن يكون لدى السلطات الأمنية الاستخبارات الألمانية والأمريكية والدنماركية والسويدية أيضا والبولندية بعض المعلومات عن هؤلاء الأشخاص تحديدا. هي الأزمة الحقيقية أنهم استخدموا بالفعل هويات مزورة بشكل كبير جدا وبشكل احترافي جدا، لذلك المحللين يقولون أيضا هم تلقوا دعما هذه المجموعة من قوة استخباراتية، هل هي أوكرانية الاستخبارات الأوكرانية أو استخبارات دولة أخرى لم تتضح المعلومات بعد، ولكن ليسوا هو قاموا بهذه العملية نتيجة موالاتهم لأوكرانيا، ولكن حصلوا على معلومات مؤكدة عن مكان أنابيب نورد ستريم في عمق بحر البلطيق، نوعية المتفجرات المستخدمة في هذه العملية وخط السير والعملية كلها بشكل كامل، حتى الهويات المزورة التي استخدموها لا تباع في السوق السوداء بشكل سهل ولكنها تم تزويرها من جهاز استخباراتي عالي الدقة بشكل كبير جدا. لذلك ستظهر معلومات مؤكدة خلال الفترة المقبلة، ولكن من المرجح رعد ألا يظهر أسماء من قام بهذه العملية على الإطلاق في المستقبل، ولكن ربما ستظهر معلومات عن الجهة التي مولت هذه العملية، ربما حكومة الأوكرانية أو شخصا آخر، سنعلم خلال أيام قليلة المقبلة. نعم عربي مرزوق مراسل القاهرة الإخبارية كنت معي من برلين، وأفر شكري لك لما أضيت من تحديث حول موضوع تفجير خطوط أنابيب الغاز الروسية إلى ألمانيا، شكرا لك. ترأس رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي منذ قليل اجتماعا ضم وزير الدفاع الوطني موريس سليم ووزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وقائد الجيش العماد جوزيف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وعدد من المسؤولين الأمنيين. للمزيد من التفصيل ينضم إلي من بيروت أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. أحمد أهلا بك معنا، ما دلائل هذا الاجتماع الذي ضم هذه المسميات وهذه الأشخاص وبالتحديد الداخلية والدفاع ومسؤولين أمنيين، ما هي الأسباب وراء ذلك الاجتماع؟ تحياتي لك في البداية. بالفعل كان هناك اجتماع لرئيس الحكومة بحضور وزيري الداخلية والدفاع وعدد من قادة الأجهزة العسكرية والأمنية من بينهم قائد الجيش اللبناني وقائد الشرطة اللبنانية والمدير العام للأمن العام بالوكالة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين وأيضا مسؤول من وزارة المالية مدير عام وزارة المالية. وكان الاجتماع معني بأمرين هامين، الأمر الأول هو بحث الأوضاع الأمنية في البلاد في ضوء استمرار الشغور الرئاسي المستمر منذ 31 أكتوبر الماضي، وفي ظل أيضا الانهيارات المتتالية في سعر صرف العملة اللبنانية والأوضاع المعيشية
المالية والاجتماعية المتفاقمة في البلاد. أما الهدف الثاني من هذا الاجتماع فهو بحث أمور متعلقة بالشؤون المالية للعاملين في وأيضا أفراد الأجهزة الأمنية والعسكرية، فكان هذا هو الأساس في هذا الاجتماع. وكان هناك أيضا لقاء خاص بين رئيس الحكومة وبين وزير الدفاع وقائد الجيش اللبناني لبحث الأوضاع داخل المؤسسة العسكرية، وكان هناك بعض الخلاف في وجهات النظر بين وزارة الدفاع وبين قيادة الجيش اللبناني، وتم التقريب بين وجهات النظر والاتفاق على رؤى موحدة خلال الفترة المقبلة وخصوصا في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد. طيب أحمد، يعني الحديث عن الأجور كما سمعت من حضرتك الآن، حديث رئيس الوزراء مع المسؤولين الأمنيين والمالية، كيف يرتب الآن لبنان أجوره وأمواله في ظل الشغل الرئاسي وفي ظل الوضع الاقتصادي المتهاوي هناك؟ لبنان في ظل غياب رئيس للجمهورية يعاني بشكل كبير جدا، وهناك حالة أشبه بالشلل على كافة المستويات، ومن أهم المستويات التي أصيبت بها الشلل بسبب غياب رئيس للجمهورية وأيضا وجود حكومة تصريف أعمال ووقف الجانب التشريعي لمجلس النواب اللبناني، هي عدم وجود موازنة عامة للدولة اللبنانية لعام 2023 وخصوصا ظل تفاقم الأوضاع المعيشية، وبالتالي كل ما يصدر في هذا الشأن هي قرارات وزارية حكومية تعالج بعض من الخلل في هيكل الأجور وفي جلب أو في حصول تحصيل النفقات وفي أيضا تحصيل الإيرادات وأيضا في النفقات التي تنفقها الحكومة، وبالتالي هناك اجتماعات فئوية كل على حدة لبحث مطالب هذه العاملين أو الفئات المختلفة. على سبيل المثال قبل أسابيع كان هناك اجتماع خصص لبحث أزمة المعلمين، كان الاجتماع اليوم مخصص لبحث رواتب العاملين في الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية. نعم أحمد، يعني تبقى الأزمة مفتوحة، يعني بحث الرواتب وغيرها والأمور الأمنية والأزمة مفتوحة في لبنان. على كل حال أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية كنت معي من بيروت، وافر الشكر لك لما أفضيت من تفاصيل، شكرا جزيلا لك. قالت وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية أن الكثير من الديمقراطيين يشعرون أن فترة رئاسية واحدة كافية للرئيس بايدن، فيما يعكس رفضا لاحتمالات ترشحه في سباق 2024. وذكرت الوكالة أن الديمقراطيين في نيو هامبشير وغاضبون من الرئيس الديمقراطي لمحاولة إنهاء وضع الولاية كمقر لأولى جولات السباق التمهيدي في البلاد، ويشعر كثيرون بالقلق. إذن مشاهدينا مباشرة نذهب لمتابعة كلمة لوزير الخارجية المصري فوق معنا. والتهنئة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية وللدول الأعضاء على التحضير الجيد لهذه الدورة، متمثلا فيما تم رفعه لعرض على المجلس الوزاري للجامعة من تقارير ومشروعات قرارات تتناول مختلف القضايا التي تهم عالمنا العربي وتختص بقضاياه وشواغله. إننا إذ نفتتح أعمال هذه الدورة فإننا نستقبل معها تحديات عديدة ومتنوعة، عالمية وإقليمية، تقليدية وغير تقليدية، سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية وبيئية. وستحرص مصر خلال رئاستها للدورة الوزارية الراهنة من خلال العمل يدا بيد مع كل الدول العربية ومع الأمانة العامة على أن يرقى العمل الجماعي العربي لمستوى تلك التحديات ولتطلعات الشعوب العربية في أن تكون جامعتهم العربية فاعلا مؤثرا ومدافعا صلبا عن المصالح العربية الجماعية. إن هذا الهدف قابل للتحقيق من خلال تقريب المواقف وصياغة رؤى مشتركة للتحرك الجماعي في مختلف الملفات، سواء تلك ذات الطبيعة الدولية كالأزمة الأوكرانية وأزمة الطاقة والغذاء العالميين وقضية المناخ وقضايا منع الانتشار الأسلحة التقليدية وغير التقليدية وغيرها.
أو فيما يتعلق بقضايا الإقليمية والعربية، ومن خلال حشد القدرات العربية الجماعية التي إذا ما اجتمعت وعبرت عن مواقفها بصوت واحد ورؤى منسجمة فإنها كفيلة بأن تجعل ذلك الصوت العربي مسموعاً ورائداً على الساحتين الإقليمية والعالمية، وأن توفر الردع اللازم لصد أطماع الطامعين ولإفساد مخططات العبث بأمن بلادنا وشعوبنا واستقرارها. إن أولى الخطوات اللازمة لذلك هو صياغة رؤية عربية مشتركة للأمن العربي الجماعي بمختلف جوانبه، يكون في قلب منها دعم الدولة الوطنية وقدراتها، وإظهار إرادة جادة في رفض كل أشكال التدخل في شؤونها الداخلية، ومنع محاولات العبث بمقدرات دولنا والاستخفاف بسيادتها، وإظهار الحزم في التصدي لمختلف صور الإرهاب وقوى الظلام التي تسعى إلى نشر الفوضى وتزدهر في أجواء النزاع والانقسام الطائفي والإثني والعرقي. أصحاب السمو والمعالي، تظل القضية الفلسطينية القضية المركزية للعالم العربي. لقد أكدنا مرارا ولازلنا تمسكنا بالسلام الشامل والعادل الذي لن يتحقق إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأنني أجدد من هنا هذا الموقف وأؤكد رفض وإدانة كافة الممارسات الإسرائيلية التي تعرقل مسار التسوية وتضر بمستقبل عملية السلام وتدفع الأوضاع في فلسطين المحتلة والمنطقة بأسرها إلى التأزم والاحتقان، ويشمل ذلك كافة صور الاستيطان أو الاعتداءات أو انتهاك المقدسات أو اقتحامات المدن الفلسطينية وما يترتب عن ذلك من ضحايا في صفوف الشعب الفلسطيني الشقيق. كما أعيد التأكيد في هذا الصدد على مخرجات مؤتمر القدس الذي احتضنته جامعة الدول العربية في 12 فبراير الماضي، وشرفه بالحضور فخامة الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وجلالة ملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وفخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجمع من المسؤولين رفيع المستوى للدول العربية والأجنبية. وأؤكد أن مصر لم ولن تدخر جهدا في دعم صمود الشعب الفلسطيني أمام ما يتعرض له في الوقت الحالي من ممارسات قمعية متزايدة وانتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وذلك في تحد لإرادة المجتمع الدولي وللالتزامات وتعهدات سبق أن قبلت بها إسرائيل. وأننا سنستمر في اتصالاتنا بجميع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل دعم مسار السلام وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. أصحاب السمو والمعالي، لقد تألمنا جميعا مما أحدثه الزلزال المدمر الذي طال سوريا وتركيا في شهر فبراير الماضي، وأنني أتقدم من هنا مجددا بخالص العزاء لدولتي وشعبي سوريا وتركيا في ضحايا تلك الكارثة، مجددا التعبير عن المساندة ووقوف الدول والشعوب العربية إلى جوارهم في مصابهم. لقد سارعت دولنا إلى تقديم يد المساعدة للشعبين الشقيقين في سوريا وتركيا ونقل رسالة تضامن ومساندة كتعبير صادق عما يجمع شعوب المنطقة من روابط وصلات إنسانية وتاريخية عميقة ومتجذرة. إن هذه الروابط هي التي تدفعنا دوما للتأكيد على حرصنا على تسوية الأزمة في سوريا في أسرع الآجال وفقا لقرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2254، ومن أجل الحفاظ على سلامة ووحدة الدولة السورية ودعم مؤسساتها وإنهاء كافة صور الإرهاب والتدخل الأجنبي بها ووضع حد لمعاناة شعبها الشقيق. كما أنه من ذات المنطلق
الذي يدفعنا للتجديد على ضرورة أن تكون العلاقات العربية مع الدول الجارة قائمة على حسن الجوار والالتزام المتبادل بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتركيز على ما يجمع شعوبنا من روابط عميقة لبناء عليها بهدف تعزيز العلاقات وتطويرها لخدمة مصالح تلك الشعوب. لقد شهدت الأوضاع في ليبيا مؤخرا تطورات هامة وجوهرية تمثلت في اعتماد التعديل الدستوري 13 وصدوره عن مجلس النواب وتأييد المجلس الأعلى للدولة له، وبما يسهم في استيفاء الإطار الدستوري والقانوني اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت تحت إشراف حكومة محايدة تعلي المصالح العليا للدولة الليبية الشقيقة. وتثمن مصر جهود مجلسي النواب والأعلى للدولة في تحقيق هذا التقدم، وتتطلع إلى مواصلتهما لجهودهما وبما يتسق مع ولاية كل منهما المقررة باتفاق السخيرات من أجل إنجاز القوانين الانتخابية وصولاً لإقرارها من مجلس النواب خلال المرحلة القادمة. وبهذه المناسبة فإن مصر توعيد التأكيد على دعمها الكامل لمسار الحل الليبي ورفضها لأي إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين أو تجاوز لدور المؤسسات الليبية وفقاً لمرجعية اتفاق السخيرات، وتدعو جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية في الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل عنها، وترى أن المحاولات لاختلاق الآليات المستحدثة إنما الغرض منها إرباك المشهد من أجل تكريس الوضع القائم، كما تشدد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وحل الميليشيات ودعم مهمة لجنة 5+5 العسكرية المشتركة ذات الصلة بما يحقق سيادة واستقرار ليبيا. وندعو جميع الأشقاء العرب إلى الوقوف خلف الشعب الليبي الشقيق ومساندة دور المؤسسات الليبية في مسعاهم الشرعي لتحقيق هذه الأهداف. كذلك تتابع مصر بكل اهتمام مستجدات الأوضاع في دولة اليمن الشقيقة، وكما سبق أن رحبت مصر بإقرار الهدنة الأممية في اليمن في إبريل من العام الماضي، فتحت أبوابها أمام تسيير الرحلات الجوية بين القاهرة وصنعاء دعما لهذه الهدنة، فإن مصر قلقة من استمرار عدم تجديد هذه الهدنة في الوقت الراهن، وتدعو إلى استئنافها تمهيدا للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية في أسرع الأجال، بما يحفظ وحدة اليمن الشقيق ويسون مخدراته وينهي معاناة شعبه ويضعه على الطريق السليم نحو الاستقرار والرخاء. أصحاب السمو والمعالي، ود أن أؤكد على ضوء رئاسة مصر للكوب 27 واستضافتها لقمة المناخ في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي وتولي دولة الإمارات الشقيقة رئاسة الدورة القادمة على محورية قضية البيئة وتغير المناخ وما يرتبط بهما من قضايا الأمن بالإضافة إلى الأمن الغذائي والمائي، وهي قضايا جديرة بأن تحظى بأولوية متقدمة على الأجندة العربية التي تعد دولها من أكثر دول العالم تضرراً من هذه المتغيرات وما تحمله من تبعات لا تتحملها منطقتنا المتخمة بالمشكلات والأزمات. وأنني أدعوكم في هذا الإطار إلى الانضمام إلى المبادرات التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ، ولا سيما تلك الخاصة بالمياه والغذاء والهيدروجين الأخضر، وكذلك تحالف الديون المستدام، معربا في الوقت نفسه عن تطلعنا لمواصلة العمل عن قرب مع الرئاسة الإماراتية القادمة للمؤتمر كوب 28 لتعزيز العمل المناخي العالمي وضمان وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها المالية لتمويله، فضلا عن الإسراع في إصلاح المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف من أجل تسيير وإتاحة التمويل، ولا سيما التمويل الميسر لمعالجة التحديات الملحة للدول النامية. وفي هذا السياق أعرب عن قلق مصر من التداعيات المدمرة لأزمة الجفاف المستمر في دولة الصومال الشقيق،
ومساندتنا للمناشدات الصومالية للمجتمع الدولي بتقديم المزيد من المساعدات الإغاثية اللازمة للتعامل مع تلك الكارثة. ولا يفوتني في هذا المقام تناول قضية محورية ذات أولوية متقدمة ولها تبعات مصيرية على أمن مصر القومي، وهي خطر الممارسات الإثيوبية الإحادية على الحوض الأنهار المشتركة، والتي يعد سد النهضة الإثيوبي أبرز تجلياتها الراهنة، وذلك على ضوء استمرار إثيوبيا في عملية بناء وملء هذا السد دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب ينظم ذلك، بالإضافة إلى التشغيل، وهو ما يعد انتهاكاً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وعدم التزام بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر من 2021. إن استمرار الممارسات الإحادية الإثيوبية يمكن أن يحمل معه خطراً جماً على مصر، التي تعاني ندرة مائية فريدة من نوعها باعتبارها الدولة الأكثر جفافاً في العالم، ولاعتمادها شبه المطلق على نهر النيل. ولذا فإنني أود إعادة التأكيد على تعويل مصر على أشقائها العرب لحمل إثيوبيا على التخلي عن ممارساتها الإحادية غير التعاونية، والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة للأخذ بأي من الحلول الوسطى التي طرحت على مائدة التفاوض، والتي ثبت أنها تحقق مصالح إثيوبيا الاقتصادية بشكل كامل دون الافتئات على مصائر شعوب دول المصب. وختاماً، أثمن مجدداً جهود الأمانة العامة والدول الأعضاء، وأجدد الإعراب عن ثقة مصر في أن تلك الدورة ستخرج بخطوات عملية وتحمل بصمات إيجابية على مسار العمل العربي المشترك، بما يرقى إلى تطلعات الشارع العربي في مواجهة التحديات الاستثنائية القائمة أمامنا. في ختام كلماتي، اسمحوا لي بالتوجه بالشكر والتقدير مجدداً إلى معالي الأمين العام وأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية الدول العربية الشقيقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن تابعنا كلمة لوزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اجتماع وزراء الخارجية العربي بمقر جامعة الدول العربية. وأكد وزير الخارجية المصري أن التحرك العربي الجماعي بات ضرورة ملحة في كل الملفات، مشيرا إلى أنه يجب صياغة رؤية عربية مشتركة للأمن الجماعي. وقال شكري أن قضية فلسطين تظل القضية المركزية للعالم العربي، كما أدان شكري الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة التي تضر بالسلام وتؤدي إلى الاحتقان. وأضاف شكري أن مصر لم تدخر جهدا لدعم صمود الشعب الفلسطيني، وأشار كذلك إلى الدعم العربي لكل من سوريا وتركيا في كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين، مؤكدا في نفس الوقت ضرورة حل الأزمة السورية سيما سلميا. وشدد شكري فيما يتعلق بالأزمة الليبية على ضرورة إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وعلى ضرورة خروج كافة الميليشيات والمرتزقة من الأراضي الليبية. وأشار شكري كذلك إلى الأزمة اليمنية، مشددا على ضرورة تسويتها، معربا عن قلقه بشأن عدم تجديد الهدنة. وقال إن قضايا الأمن الغذائي والمائي يجب أن تحظى بأولوية على الأجندة العربية، داعيا الدول العربية داعين الدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها تجاه قضية التغير المناخي. مشاهدينا، انتهت جولتنا. نشكر مراسلينا الذين كانوا معنا في هذه الجولة من مختلف دول العالم، والشكر موصول لكم مشاهدينا الأكارم. حتى نلقاكم، هذه تحياتي وتحيات الكادر المتألق خلف الأضواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هنا القاهرة عاصمة الخبر.